الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، مكننا من الوصول إلى هذه المواطن الشريفة، وهيأ لنا أسباب العبادة، وجعلنا ممن يدرك فضل هذه الأيام العظيمة. وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمة، وأن يبارك لكم في أعماركم وأبدانكم وأوقاتكم وجميع أحوالكم. وبعد، فنقرأ آيات من سورة يوسف لعل الله جل وعلا أن ينيلنا ما فيها من الفوائد والأحكام والمعاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده
إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم فصل آخر من فصول قصة يوسف عليه السلام حيث احتاج قومه إلى ميرة وطعام لهم ولمن حولهم فأرسل يعقوب أبناءه إلى يوسف عليه السلام من أجل أن يأتي لهم بالميرة والطعام وكما توعدهم يوسف بألا يقبل منهم وألا يرتب لهم ما يطلبون إلا إذا قدموا بأخيهم فعلوا ذلك وأتوا بأخيهم من أبيهم بنيامين وامتثلوا لوصية أبيهم في أن يدخلوا من أبواب متفرقة فدخلوا واستقبلوا ذلكم الاستقبال اللائق وأكرمهم يوسف عليه السلام بدلالة أنهم وصفوه بأنه من المحسنين فقالوا إنا نراك من المحسنين وما وصفوه بهذا الوصف إلا لأنه أكرمهم الإكرام العظيم وكان من إكرامه أن أدخلهم عليه وأن جعلهم يبيتون في قصره الذي يسكنه وكان عددهم 11 ولذا قال ليكن كل 2 منكم في غرفة من أجل أن ينفرد بأخيه بنيامين ليحدثه ويخبره بما كان منه حينئذ أخبر يوسف أخاه بقصته وبما جرى عليه من الوقائع وبأنه أخوه ففرح بنيامين بذلك أشد الفرح وأخبره بماذا يفكر فيه حيث إنه يفكر في إبقائه بحيلة تجعلهم لا ينتبهون ليوسف فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه
وجعله معه في غرفته الخاصة به ليحدثه عن حاله، وقال له معترفاً إني أنا أخوك، ففرح بنيامين بذلك وقال له لا تبتئس، يعني لا يأتيك شقاء بعد هذا اليوم، فالبؤس هو الشقاء. فكأنه قال له ليس لك بعد اليوم إلا النعيم والخير، وما تعرضت له من المضايقات السابقة من قبل إخواننا ستنتهي بإذن الله جل وعلا، ولذا لا تبتئس بما كانوا يعملون. بدأوا يعدون لرحلة العودة إلى أبيهم، وجهزهم بجهازهم بأن جعل في حمل كل واحد منهم حمل بعير من الميرة والقمح، وكانوا في ذلك الوقت يتنقلون بالإبل لا بالبقر ولا بالحمير. جهزهم بجهازهم، قام يوسف بنفسه بجعل السقاية في رحل أخيه بنيامين، والسقاية صفة لصواع الملك، وهي الآلة التي كانوا يعرفون بها مقدار ما يقدم لكل واحد من الناس، لأنه قد جعل قانونا عاما بأن لا يعطى الشخص إلا حمل بعير، ولذا كانوا يقدرون ما يكون لكل واحد بهذا الصواع الذي سمي بهذا الاسم أخذا من الصاع الذي هو وحدة من وحدات وزن الأشياء، معرفة حجم الأشياء. ومن صفاته أنه محل للسقاية. خرج إخوة يوسف من عندهم، وحينئذ أرسلوا المنادي ينادي بوجود سرقة وأنهم يبحثون عن السارق، فقال ثم أذن مؤذن أي نادى منادي، سمي بهذا الاسم لأن النداء يسمع بالأذن فسمي أذانا. ماذا قال؟ قال أيتها العير إنكم لسارقون، فاتهموهم بالسرقة. وهذا الاتهام لم يصدر من يوسف، وإنما صدر من المنادي لأنه لم يكن يعلم بالحال، لأن الذي وضع السقاية في رحل أخيه هو يوسف بدون أن يعلم أحد من الناس. إخوة يوسف لم يكن من شأنهم السرقة، ويعرفون عن أنفسهم العفاف والنزاهة، ولذا لم يكن من شأنهم الهرب، وإنما عادوا إلى هذا المنادي. كيف؟ وعندهم برهان على أمانتهم، ألا وهي أنهم لما أعاد يوسف أموالهم إلى رحالهم في المرة الأولى عادوا بتلك الأموال فسلموها ليوسف ومن معه على الخزائن، وحينئذ كانوا محل تقدير وإكرام من قبل يوسف ومن معه. أقبل إخوة يوسف وقالوا للمنادي ومن معه ماذا تفقدون؟ لم يقولوا ما الذي سرق منكم، فإنهم أرادوا أن ينفوا صفة السرقة عنهم وعن غيرهم، ولذا قالوا ماذا تفقدون، لعل ما تفقدونه قد سقط منكم أو نسيتموه في مكان، وبالتالي يحاولون أن ينفوا
صفة السرقة. قال المنادي: ومن معه؟ نفقد صواع الملك، أي إن الآلة التي نعرف بها المكاييل وهي الصواع قد فقدناها، ونصب إلى الملك إما لأن الملك هو الذي اعتمده وجعله مقدارا لإعطاء كل واحد من الناس، وإما أنه كان آلة خاصة به. وحينئذ قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، يعني من دلنا على السارق وعرفنا به فإننا سنعطيه حمل بعير آخر غير ما أخذه سابقا. وقالوا حينئذ: وأنا به زعيم، أي ضامن ومؤكد لكم بأنني سأقوم بتسليم حمل البعير لمن أعاد إلينا صواع الملك واكتشف السارق. حينئذ قال إخوة يوسف: تالله، أقسم بالله جل وعلا، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فهم يقولون: عندكم جزم ويقين بحالنا، فنحن عدنا آلاف الأكيال بسبب إعادة الثمن الأول الذي وجدناه في رحالنا، وبالتالي أنتم عندكم يقين أننا أمنا ولا يمكن أن نأخذ صواع الملك، وقيمته أقل بكثير من قيمة البضاعة التي أرجعناها سابقا. ما جئنا لنفسد في الأرض، فإن الذنوب فساد وإفساد، ومن تلك الذنوب السرقة وأكل أموال الآخرين، وما كنا سارقين، أي لم تكن صفة السرقة صفة لنا في حاضر ولا سابق. حينئذ توجه المنادي ومن معه إليهم فقالوا: إذا كنتم كذبتم ووجدنا صواع الملك عندكم وعرفنا أنكم الذين أخذتموه، حينئذ ما هو العقاب الذي نضعه لمن وجدناه فعل ذلك؟ قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ كان أهل مصر عندهم طريقة خاصة في معاقبة السارق، مغايرة لطريقة يعقوب ومن في الشام معه. فكان أهل الشام إذا وجدوا سارقا جعلوه مملوكا للمسروق منه، إما مطلقا على قول، وإما لمدة سنة على قول آخر. وأراد يوسف أن يأتي بهذا القانون الذي عند أهل الشام من أجل أن يكون سببا من أسباب إبقاء أخيه بنيامين عنده، وإلا فإن طريقة أهل مصر وملك مصر في ذلك الزمان مغايرة لهذه الطريقة في العقوبة. قالوا: فما جزاؤه، أي ما هي العقوبة التي تكون للسارق الكاذب الذي أخفى صواع الملك؟ فقال إخوة يوسف: جزاؤه، أي عقوبته، أن من وجد الصواع في رحله فإنه يجازى بأن يكون مملوكا لكم، كذلك نجزي الظالمين، أي هذه طريقتنا التي نسير عليها في عقوبة الظالم السارق. حينئذ بدأوا بتفتيش ما لديهم من الأمتعة ليبحثوا عن صواع الملك. بدأ بأوعيتهم الكبير فالكبير، فبدأ بتفتيش
عفش الكبير فلم يجد حتى وصل إلى أخيه. لماذا ابتدأ بهم؟ من أجل ألا يكتشف ما عمله من الحيلة في ذلك الأمر. ثم وجدوا ذلك المتاع عند أخيه في بعيره الذي حمل عليه متاعه، فاستخرج صواع الملك من وعاء أخيه. هذه مكيدة وحيلة، والكيد هو التدبير الخفي الذي لا يعلم ما فيه من الخطط. وذلك أنه استخرج الحكم من عندهم على حسب قانون أهل الشام لا على طريقة أهل مصر. قال: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي الشريعة التي والنظام الذي يسير عليه ملك مصر ليس فيه استعباد السارق. ولا ثم قال: إلا أن يشاء الله، يعني أن مكيدة يوسف هذه كانت بأمر من الله جل وعلا وتدبير منه سبحانه وتعالى. ثم وصف الله جل وعلا يوسف بالعلم وبحسن التدبير وقال: نرفع درجات من نشاء، فيرفع بالعلم وبالتدبير وفوق كل ذي علم عليم. ذي علم أي صاحب العلم، فإن الله جل وعلا مطلع على الأمور لا يخفى عليه شيء منها. حينئذ بدأ إخوة يوسف يوجهون اللوم إلى بنيامين ويصفونه بالأوصاف المقذعة السيئة، ولم يكتفوا بذلك بل شمل وصفهم السيء أخاه الذي فقدوه من سنين طويلة، فقالوا: إن يسرق بنيامين ويأخذ متاع هؤلاء فقد كان أخوه يوسف قبل ذلك على هذه الطريقة المشينة غير المقبولة. يوسف كان يسمعهم، وحينئذ كان يعلم أن الشقاء وحسن وأن الشقاء وسوء التصرف كان من إخوانه، لكنه لم يرد أن يقرعهم في ذلك الموقف، فأسر الحديث في نفسه ولم يظهره لهم، فقال: أنتم شر مكانا، أي أنتم الذين ظلمتم يوسف وظلمتم بنيامين، وأنتم الذين فعلتم ما فعلتم بأبيكم من أجل أن تأخذوا من وجهه يوسف قبل ذلك، فأنتم شر مكانا، أي أسوأ صنعة وعملا، والله أعلم بما تصفون. فالوصف الذي وصفتم به يوسف وأخاه بنيامين لم يكن وصفا صحيحا ولا صادقا، بل هذه الأوصاف أنتم أليق بها. بعد حديث اللوم والعتاب على بنيامين فكروا في أبيهم وبدأوا يتذكرون حال أبيهم، حيث أنه كان كبير السن وسيعلمون أنه سيحزن أشد الحزن على يوسف وبنيامين، ويعلمون أنه سيتوجه لهم باللائمة، وبالتالي سيغضب عليهم غضبا شديدا لكونهم لم يحفظوا العهود والمواثيق التي قدموها له في دعواهم عندما طلبوا منه أن يرافقهم بنيامين. قالوا: يا أيها العزيز، وهو عزيز مصر،
وذلك أن يوسف أصبح على هذه المكانة والمنزلة. إن له، أي هذا الذي أخذت، له والد كبير السن، إن له شيخا كبيرا يحتاج إلى رعاية وعناية، وقلبه متعلق به، فلعلك أن تتركه ولو بأخذ أحدنا مكانه، فخذ أحدنا عندك مملوكا يخدمك ويقوم بحوائجك، فإن ممن هو أقوى منه وأعرف منه وأمهر منه. إنا نراك من المحسنين، فقد أحسنت إلينا سابقا بأنواع الإحسان، ولذلك نطلب منك أن تحسن إلينا مرة أخرى بإطلاق سراح هذا ووضع أحدنا في مكانه. اختر أحد هؤلاء العشرة ليكون مكانه. امتنع يوسف من ذلك لأن هذا من الظلم، إذ من الظلم أن يعاقب الإنسان بجريرة غيره، فقال معاذ الله، أي ألجأ إلى الله وأحتمي به من أن أكون ظالما فأخذ أسيرا غير من وجدنا متاعنا عنده. وانظروا إلى قوله وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل إلا من كان سارقا، لأنه أراد أن يكون صادقا في حديثه، إذ إنه يعلم بأنه ليس بسارق. إنا إذن لظالمون، أي إذا عاقبنا غير هذا الرجل فجعلناه أسيرا عندنا، فإننا حينئذ سنكون من الظالمين، لأننا عاقبنا غير الجاني. حاولوا محاولات عديدة، وحاولوا أن يدخلوا بعض من له مكانة، وحدثوا بعض العاملين من أجل أن يتلطف لهم بإطلاق أخيهم، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل، حتى دب اليأس إليهم من أن يتمكنوا من إطلاق بنيامين. فلما استيأسوا منه ابتعدوا عن الناس وجاءوا في مكان خلي ليس عندهم أحد، يفكرون ماذا يفعلون وكيف يواجهون أباهم وكيف يتصرفون في هذا الموقف، فخلصوا نجيا. والنجي الحديث السري الذي لا يطلع عليه الآخرون. في ذلك الموقف قال كبيرهم أكبرهم، وقد قيل بأن اسمه يهوذا، بأنكم قد فرطتم من قبل في وعدكم لأبيكم مع يوسف، وهنا قد وعدتم أباكم أن تحفظوا بنيامين وأن تعيدوه إليه، فبأي وجه أعود إلى أبي من غير أن يكون بنيامين معي، وأنا الذي كنت أتزعمكم في الحديث مع والدنا، وأنا الذي كنت في وجهه. فقال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم يعني يعقوب قد أخذ عليكم موثقا جعلكم تقسمون أيمانا متعددة، فأخذ عليكم موثقا من الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف فجرائم متتابعة وحوادث متعاقبة، ولذا بأي وجه ألقى أبي؟ فقال لن أبرح الأرض، أي سأبقى في أرض مصر أبحث عن الأخبار وأحاول أن أطلق أخي وأن آتي به إليكم، حتى يحصل أحد أمرين، إما أن يأذن لي أبي ويعفو عني ويتجاوز
فيأذن لي بأن أعود إليه، أو يحكم الله لي بأن أجد طريقا لإطلاق بنيامين فأعود به معي إلى أبي. والله تعالى مدبر الأمور وهو خير الحاكمين. ثم وصاهم وقال: عودوا إلى أبيكم وارجعوا إليه، وحينئذ خاطبوه بالخطاب اللين الرقيق، وابتدئوا هذا الخطاب بتذكير أبوته بكم، لعله إذا شاهدكم وشاهد عددكم يجد فيكم عوضا عن بنيامين. فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق. ولاحظوا أنهم في هذا المقام لم يقولوا إن أخانا، وإنما قالوا إن ابنك، وهذا فيه نوع جفاء مع والدهم. ثم وصفوه بالسرقة جازمين بها، فقالوا: إن ابنك سرق. ثم قالوا: وما شهدنا إلا بما علمنا، نحن يعني أننا شاهدنا صواع الملك في حمل أخينا ومتاعه، وبالتالي نحن علمنا بذلك وجزمنا به، ولم نقل هذه الكلمة إلا بعد يقين تام بأنه قد سرق. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، أي عندما أعطيناك الموثق وحلفنا لك الأيمان وأقسمنا عندك لم نكن نعلم بأن بنيامين سيسرق صواع الملك، وبالتالي يميننا وقسمنا باعتبار أنه سيكون حسن التصرف. ثم أراد أن يستشهدوا من يكون معهم، فقالوا: واسأل القرية، أي أرسل إلى القرية التي كنا فيها والتي أخذ بنيامين فيها من يأتيك بالخبر ويخبرك بما وقع من بنيامين وكيف كان حاله. واسأل القرية، أي من يسكن تلك القرية التي كنا فيها. والعير، أي اسأل القافلة التي قدمنا معهم، فإنهم قد شهدوا الواقعة وحضروا وقت أخذ بنيامين وشاهدوا صواع الملك في متاعه، ومن ثم اسأل العير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فانظروا كيف بدأوا يتنصلون من الأمر من جهة، ويصفون أنفسهم بالصفات الطيبة من مثل الصدق، ويصفون أخاهم بضد ذلك. قابلهم يعقوب بعدم تصديق كلامهم، واتهمهم بأنهم قد مكروا عليه مكرا، وأن عندهم خططا كانوا قد رتبوها من أجل إبعاد بنيامين عنه، وهو يعلم بأن يوسف لم يمت وبأن بنيامين لن يذهب عنه، وقد علمها بالرؤيا التي رآها يوسف في أول الزمان، حيث رأى 11 كوكبا مع الشمس والقمر يسجدون له، وبالتالي عدد أبنائه من غير يوسف 11، فعلم أنه لن يفوت عليه. مصيبة عظيمة حلت بيعقوب بفقده لبنيامين بعد أن فقد يوسف قبل ذلك، فقال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فنفوسكم قد خططت ورتبت
وأضمرت إخفاء بنيامين عني، ولذا ليس من شاني إلا الصبر الجميل، أي عدم الجزع ولا التسخط من هذا القدر الذي قدره الله علي، وأنتم أيها الإخوة سببه، ولكن سيكون مني الصبر الجميل. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا تسخط باللسان. ثم توجه إلى الله عز وجل أن يعيد أبناءه إليه، فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فقد فقد ثلاثة من أبنائه، يوسف وبنيامين والكبير يهوذا، وبالتالي كانت المصيبة عظيمة على نبي الله يعقوب. والتجأ إلى الله بأسمائه العليم والحكيم توسلا بهما لعل الله أن يجيب دعواته. فهذه آيات عظيمة فيها أحكام متعددة، فمن تلك الأحكام أن الأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب، ولذلك في الميراث يكون مقدما عليه، والشقيق يحجب الأخ لأب. ومن ذلك أن ولاية النكاح على المرأة تكون لأخيها الشقيق ولو كان لها إخوة من أب أكبر منه. وفي هذه الآيات تبشير الإنسان بالمستقبل الحسن والحياة الجميلة، كما فعل يوسف عليه السلام مع أخيه حينما قال له لا تبتئس. وفي هذه الآيات أن الإنسان لا ينبغي أن يتسخط من أقدار الله المؤلمة، بل عليه أن يكون موقنا بأن ما قدره الله عليه من الأقدار المحزنة إنما قدره لمصلحته ومن أجل أن تكون العاقبة الحميدة له. وفي هذه الآيات إعطاء الحقوق لأصحابها وتسليم البضائع المشترات لمشتريها كاملة تامة، كما فعل يوسف بإخوته. وفي هذه الآية من الفوائد النداء للآخرين بالخطاب الرفيع من أجل أن يكون سببا من أسباب حضورهم وعدم هربهم وامتناعهم. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد البحث عن المفقودات وبذل الأسباب في تحصيلها، واستدل بقوله ولمن جاء به حمل بعير على مشروعية عقد الجعالة، والجعالة أن يضع جائزة لمن يقوم بعمل معين، فهنا قد جعل حمل بعير لمن أتى بصواع الملك، فهذا عقد جعالة. وكذلك استدل بقوله وأنا به زعيم على مشروعية عقد الكفالة والضمان، فإنه ضمن لهم ذلك وتكفل به. وفي هذه الآيات أن المعاصي وأخذ أموال الآخرين من أنواع الإفساد في الأرض. وفي هذه الآيات الاستدلال بسابقة حال الإنسان الجميلة على حسن أحواله الحاضرة. وفي هذه الآيات
تدبير يوسف في أخذ أخيه بالتدابير الخفية، وهكذا قد يدبر الإنسان تدابير خفية من أجل أن يحق الحق وأن يعيد الأمور إلى نصابها، ومن أجل أن يرفع الظلم عن بعض الناس. وفي هذه الآيات من الفوائد ذكر اختلاف الشرائع في معاملة السارق، وفي هذه الآيات عدم صحة القدح في الشخص بناء على قدح موجه لأحد من قرابته، كما فعل إخوة يوسف حينما قالوا لبنيامين إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وفيه عدم سعيهم لنفي التهمة عن بنيامين، وكأنه وجد ما يتوافق مع نفوسهم من محاولة إبعاد بنيامين عن عناية أبيه. وفي هذه الآيات أنه ليس كل كلمة تكون في ذهن الإنسان يتكلم بها، بل عليه أن يزن كلامه قبل أن يتكلم به. فلو كان في نفسك معاني حق وكلمات صدق فلا يعني ذلك أن تتكلم بها حتى تعلم أنها محققة للمصلحة غير جالبة للمفسدة. ولذا أسر يوسف مقالته في نفسه. وفي هذه الآيات جواز المقارنة بين الأشخاص لمعرفة الفروقات بينهم ومعرفة من يصلح للأعمال منهم. وفي هذه الآيات أن الخطاب العاطفي لا يصح أن يكون سبباً من أسباب تخفيف العقوبات على من أوجبت الشريعة في حقه عقوبة لمخالفته الشرع. وفي هذه الآيات الاستدلال بما لدى الإنسان من عمل طيب وإحسان للخلق على رغبته في إزالة الضرر والسوء عن الآخرين. وفي هذه الآيات عدم جواز معاقبة أحد بجريرة غيره، بل كل واحد يعاقب بجريرته. وفي هذه الآيات عدم استدل بعضهم بهذه الآيات على عدم صحة كفالة من عليه عقوبة بدنية، فإن الأعمال البدنية لا يقوم بها أحد عن أحد. وفي هذه الآيات تحرز الإنسان من الكذب في كلامه، ولذا كان يوسف متحرزا من أن يصف بنيامين بالسرقة. وفي هذه الآيات مشروعية المشاورة بين أصحاب الرأي والشأن من أجل معرفة أفضل الطرق في معالجة ما يكون عندهم من القضايا. وفي هذه الآيات تقدير كبير السن واحترام رأيه وسماع ما لديه. وفي هذه الآيات تذكير المذنب بما حدث منه من الجرائم والذنوب السابقة. وفي هذه الآيات أن من أجرم جريمة وتاب منها ثم عاد إلى مثلها فإن جريرته بذلك أكبر. وفي هذه الآيات وجوب احترام المواثيق والعهود
خصوصا ما يعقده الإنسان مع رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات من الفوائد انتظار الإنسان الفرج لعل الله عز وجل أن يأتي به، كما كان كبير إخوة يوسف ينتظر الفرج بإذن أبيه أو بالإفراج عن أخيه. وفي هذه الآيات نسبة الفضل إلى الله جل وعلا، فهو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات من الفوائد حسن أدب الإنسان مع والديه بخطابهم بتذكير لفظ الأبوة، كما في قول إبراهيم عليه السلام: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فرددها أربع مرات: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، استعطافا لقلبه. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي بالإنسان الجزم باتهام الآخرين مهما كانت الظروف، فلعل الأمر على خلاف ما ظهر للناس. وفي هذه الآيات استشهاد الإنسان من حوله على ما يقع عليه من الوقائع، بحيث يسأل من شاهد هذه الوقائع. وفي هذه الآيات من الفوائد الحث على الصبر الجميل، والصبر عمل عظيم، وقد جاءت النصوص بالثناء على أصحابه. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي هذه الآيات أن أعلى مراتب الصبر الصبر الجميل الذي ليس فيه تسخط ولا تشكي. وفي هذه الآيات حسن ظن الإنسان بالله جل وعلا، كما كان يعقوب محسنا الظن بربه فقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وفي هذه الآيات التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بالأسماء والصفات المناسبة لما يدعو الإنسان به. فهذا شيء من فوائد هذه الآيات. بارك الله فيكم وأسعدكم ورفع درجاتكم وأعلى منازلكم عنده، ورزقكم رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد، كما نسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يملأها من التقوى والإيمان، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أملأ قلوبهم تقوى وإيمانا، اللهم اجعلهم موفقين في أمورهم، اللهم اجعلهم ملتزمين بشرائع دينك، اللهم أصلح ذراريهم واجعلهم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يجازيهم خير الجزاء على ما يرتبون به أمر الحرمين، وعلى ما يقومون به من نصرة الإسلام والمسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يختم لنا شهر رمضان بخير، وأن يتقبل منا ما أديناه من عمل صالح، وأن يغفر لنا ما كان منا من زلل وتقصير وتهاون في عبودية الله جل وعلا. بارك الله فيكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.